نحن اليوم نتواجدوا بهاد الجهه، جهه سوس ماسا، باش نسنيو واحد اتفاقيه شراكه ما بين الفيدراليه ديالنا وما بين الجهه، جهه سوس ماسا، باش نسنيو واحد اتفاقيه شراكه ما بين الفيدراليه ديالنا وما بين الجهه. هاد الشراكه يعني غتنتج عنها واحد الديناميه جديده باش نخلقوا يعني عده يعني فرص المقاولات الناشئه الستارت اب، ونحاولوا يعني نوجدوا داك لي زيكو سيستيم ديجيتال في لا ريجيون ان شاء الله. واحد الشراكه بيننا وبين فيدراسيون ابي بي وكذلك الغرفه التجاره والصناعه. الهدف ديال هذه الشراكه اللي نظام ماركت الجهوي استثمار جهه سوس ماسا الشركاء هو تنزيل فعلي لورش يعني تطوير المنظومه ديال المؤسسات وكذلك الاستثمار في قطاع الخدمات، ترحيل الخدمات وكذلك في اطار يعني تشجيع المقاوله اللي كتنشط في المجال الرقمي. اذا عندنا ان شاء الله واحد قدامنا واحد مجال كبير شاسع لتنزيل هذا الورش، فان شاء الله غنعملوا ان شاء الله كافه الجهود للانزال. علاش؟ لان فقط عندنا مساله كنفتخروا بها وان كل المؤهلات في الجهه من موارد بشريه من المسائل التقنيه اللي كتخلينا ان شاء الله عندنا قدره كبيره لتنزيل هذا الورش اللي غيخلق ان شاء الله مجموعه يعني من كفاءات جديده اللي كتنشط في هذا المجال ديال الرقمنه، وكذلك غتخلق واحد مجموعه من فرص الاستثمار باذن الله تعالى.